نكمل كلامنا على القراية. اتكلمنا امبارح على قراية القرآن وعلى أهميته في حياتنا، إن القرآن بيعرفنا الصح والغلط. طيب القراية عموما بقى فايدتها إيه؟ أنا بقى هقولكم. أول حاجة بتخلينا شاطرين في دراستنا، بتخلي عندنا أفكار في كل حاجة، بنفهم كل حاجة، يعني بتخلينا أذكياء، بتخلي عندنا معلومة على كل حاجة، يعني بتخلينا مثقفين. يعني إيه مثقفين؟ أنا هقولكم. المثقف ده اللي عنده فكرة على كل حاجة، فاهم وعارف كل حاجة، سامع قوي بس عنده فكرة، ده اسمه المثقف. عشان نعرف يتكلم مع الناس ويكون فاهم في كل حاجة. وكمان القراية بتخليه يتكلم كويس وبينطق الحروف كويس ويتكلم بشكل صح. واللي مش بيقرا كتير مش بيعرف يتكلم كويس، وساعات مش بيفهم الناس بتقول ايه. كمان القراية بتقوي الذاكرة، بتخلينا نتفكر كويس ونفكر كويس. لازم نقرا كتير اصدقائي ونفهم ونعرف ونتعلم زي ما ربنا امرنا. واكتر وقت مناسب لينا في القرايه هو رمضان، ده لازم نستغله، ما ننامش لحد المغرب يعني، ولا نلعب في اي حاجه مش مهمه زي الموبايل مثلا. ده مهم جدا يا اصحابي، ما تمسكوش الموبايل كتير، امسكوا كتب وقصص، خلي مامتكم وباباكم يقرا لكم حكايات كتيره، وتعلموا القراية عشان تقولوا لوحدكم وتكونوا فاهمين كل حاجة، مثلا قصص الأنبياء وكل حاجة اللي هي حكايات اللي بتهمنا على الأطفال. استغلوا وقت رمضان واستمتعوا بيه. هكلمكم الحلقة اللي جاية على فضل رمضان، لكن عشان وقت حلقتنا خلص هنكمل كلامنا الحلقة اللي جاية. هتوحشوني قوي. اوعوا تنسوا لازم تصفحوا بعض. باي باي. هتوحشوني قوي. باي باي.